باعتراف منظمة اليونسكو العالمية ننقل لكم احتفالات الشعبية بهذه المناسبة العالمية. وهذا المعرض المصاحب للفعالية. بعض الصور التراثية للأحسان مثل هذه الصورة، صورة قديمة جدا لسوق القصرية، وهو نفس الموقع. شوفوا هذا السوق الحالي الجديد. هذا المعرض يبين مشاريع التأهيل والتطوير لمواقع التراث العمراني بمحافظة الأحساء. وهذا المسرح المقام عليه الاحتفال. طبعا الموقع هذا سوق القيصرية، وهذه البوابة الرئيسية. هذا السوق عمره 600 سنة. ماجد احد الشخصيات المعروفه في الاحساء، ونبغاه يقول لنا كلمه بهذه المناسبه، مناسبه دخول الاحساء في كموقع تراث عالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ازف اسم التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والى ولي العهد محمد بن سمو الامير محمد. الأستاذ بسام الأحمد، إعلامي صحيفة الأحساء نيوز ورئيس فريق لمار التطوعي، كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك هذا الإنجاز التاريخي الجميل، وليس بغريب على الأحساء، فالأحساء الحقيقة. فنرجو من الله سبحانه من المسؤولين الاستمرارية والتطوير للاستدامة ودامت الأحساء بألف خير. شكرا لك.
خذ موقعها العالمي بتسجيلها كموقع تراث عالمي. أتمنى أنكم انبسطتوا وتقبلوا تحت واحد الحساوة. في أمان الله. أنا بسلم.